اكتر فيديو بيطلب مني الفتره اللي فاتت يا حكيم هات الاوبو لينو اقلب. من غير كلام كتير كده اعمل لايكك الجميل ولا بينا نفتح العلبه دلوقتي حالا ونشوف التحفه الفنيه اللي معانا النهارده لان الموبايل ده خطير. ده الموبايل طبعا هتشوفه كمان شويه تعال معايا. معاك راس شاحن 67 واط. راس الشاحن دي على بطاريه في الموبايل هنا 4800 ملي امبير اور. تشحن لك البطاريه دي من 0 ل 50% في 19 دقيقه بس. طبعا سرعه شحن ممتازه وعايز اقول برده ان البطاريه ال 4800 دي مكمله معايا اليوم عادي جدا. طبعا هي حاجه نسبيه الى حد ما بالنسبه لاستخدامك لكن في المطلق هي هتكمل معاك اليوم مستريح. بصراحه كنت اتمنى يعلوا سرعه الشحن شويه يا جماعه يعني خلاص ده احنا وصلنا ل 67 واط دي حاجه جامده جدا من اوبو طبعا ولكن الواحد كل سنه مستني الاعلى فاهم. انا هنا العلبه دي هتلاقي عندك هنا جراب سيليكون شفاف ومعاك دبوس السيم كورد وطبعا كابل شحن موجود في العلبه. نفتح بقى الموبايل كده مع بعض بسم الله كاننا بقى اول مره نفتحه عشان تعيش بقى تجربه الانبوكسنج دي مع بعض كده. باين كده شكل الموبايل تحفه فنيه اول ما تشوفه بجد يعني تقول عليه موبايل هواوي على طول. طبعا احنا ايه مش عايزين نخبط في الكلام ولكن هم مقلدين نحتين موبايلات هواوي يعني. لو عرفت الموبايل اللي منحوت منه الموبايل ده اكتب لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا عشان انت راجل متابع وزي الفل. المهم ان هو منحوت من موبايل من شركه هواوي شكله الصراحه خطير. اللون ده مع التعريجات الموجوده فيه كده والرسومات دي مع شكل بيضاوي للكاميرات كده فريم من فضه كده وبتاع شكله جامد قوي يا جدعان. الموبايل شياكه الصراحه وعلى فكره الظهر هنا مش بيبصم اطلاقا تمام ده ملمس البلاستيك اللي هو اللي بيسموه ايه بس المهم ان هو يعني ضد البصمات. اوبو هنا مكتوبه موبايل بجد شياكه. عندك هنا كاميرتين وعندك هنا شكل يعني مش مفهوم فاهم يعني انت تحسها كاميرا وسنسور مثلا ولا حاجه. ديزاين جامد ولكن هو مسروق ولو عرفت هو مسروق من ايه اكتب لي تحت في الكومنتس دلوقتي. بص هو الشمس بايظه خالص صح انا عارف يعني الاضاءه ايه ماشي حالك فاهم يعني تقبل الموضوع معايا عزيزي المشاهد عشان بجد والله انا بقالي نص ساعه بحاول اظبطها بس دي شمس فاهم ما قداميش اوبشن تاني. الفريم الموجود هنا برضو من البلاستيك. الموبايل بصراحه كله بلاستيك في بلاستيك ودي حاجه طبعا ايه مش اللي هي يعني خصوصا ان موبايلات اوبو بتنزل غاليه شويه لحد ما وهنتكلم عن السعر ده في اخر الفيديو ولكن في المجمل الموبايل شكله جامد الصراحه. اللي بقى الموبايل على وشه وهتتفرج على الشاشه الكيرفد الموجوده هنا الموضه بتاعت السنه بقى فاهم كل الموبايلات جايه بشاشات كيرفد والموبايل خفيف قوي ورفيع جدا في ايدك ماسكته عظمه الصراحه. ولو مش بتحب الكاميرات البارزه قوي في الظهر فالموبايل ده كاميراته بارزه الصراحه يعني خلي بالك من النقطه دي بس قشطه انا ما عنديش فيها مشكله يعني. بيرقص. كمواصفات شاشه فهي شاشه اوبو المعتاده الشاشه الاوليد اللي تعرض لك 1 مليار لون وبريفريش ريت 120 هرتز قمه النعومه اللي في الكون حرفيا. موبايل شاشته ناعمه جدا مع الوان ممتازه بيوصل مستوى السطوع بتاعها لحد 950 نتس مش اعلى رقم في السعر ده خليني اوضح معاك. الشاشه هنا تحت اشعه الشمس القويه اللي زي دي فانا شايفها تمام بس دي مش اعلى اضاءه شاشه وسط الموبايلات اللي في سعره فاهم. في موبايلات ثانيه طبعا بتوصل ل 1600 نتس وحاجات كده. كاستخدامك اليوم يا معلم والفيديوهات اللي اتفرج عليها بقى والافلام والكلام ده كله الشاشه ممتعه جدا الوانها حلوه جدا حواف صغيره ولكن الحافتين اللي تحت واللي فوق تحسهم ممكن يصغروا شويه انا حاسس بكده بس قشطه ممكن نتقبلها يعني. شاشه الموبايل هنا الحجم الطبيعي 6.7 انش مفيش جديد يعني في حجم الموبايل ده اللي بقى بينزل بيه كل الموبايلات دلوقتي. المعالج الموجود في الموبايل ده هو الدايمنستي 8200 معالج قوي واول مره فعلا اقتنع بمعالج اوبو تحطه يعني انا عايز اقول لك دايما اوبو بتحط معالجات يعني اللي هي يا دوبك وسط المنافسين هي اللي هي البيزك قوي انت فاهم. عجبني الصراحه ان هم اهتموا بالحته دي. المعالج هنا قوي في الموبايل ده فعلا معالج يعتمد عليه جدا في الالعاب وفي السوشيال ميديا والكلام ده كله انا ما عنديش فيه اي مشكله خالص. معالج يعتبر من اقوى المعالجات اللي في سعر الموبايل ده فعلا ان ما كانش هو الاقوى يعني ادي معاك بقى في كل حاجه يا باشا العاب سوشيال ميديا افتح الابلكيشنز كلها واقفل كل الابلكيشنز معاك الدنيا صاروخيه فاهم مفيش بجد حاجه بتهنج في الموبايل ده. ولازم تبقى عارف ان واجهه اوبو من اسلس الواجهات اللي ممكن تستخدمها على اي موبايل واجهه خفيفه كده فاهم لو على اي بروسيسور بتركب عليه تبقى سريعه تخيل بقى لو البروسيسور قوي. من الشاشه هنا اوليد فالبصمه جايه تحت الشاشه وكالعاده بصمه اوبو الصاروخيه انت فاهم اللي هو بص كده 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 تيك خلاص شكرا تاني تيك شكرا تلمس تفتح اللي هو تيك تيك بصمه سريعه يعتمد عليها جدا في يومك فعلا. انت عامل يا عزيزي المشاهد والله العظيم انت وحشني ولازم تبقى عارف ان دي اول تجربه للموبايل ده في الوطن العربي كله وحاجه زي كده مش سهله ان احنا نعملها انت عارف ولازم تقدر المجهود ده بلايكك الجميل وسبسكرايب لو لسه مش مشترك في القناه لحد دلوقتي عشان تشوف فيديوهات من دي حصريه كتير في الفتره الجايه موبايلات درعمه يعني بص هتشوف مراجعات لموبايلات اول مره في حياتك تشوفها لسه نازله من الصين مش عارف من كام يوم. تحت كومنت دلوقتي حالا قول لي عاش يا حكيم والله العظيم عظمه يا حكيم انا بحب الحاجات دي قوي. تعال نجرب ببجي هنا على الموبايل ده ونشوف كده اداء اللعبه عامله ازاي ونعلي صوت الموبايل نسمع صوت عالي واضح نقي. بص انا شكرت لك فيه اهو ولكن صوت مون صوت احادي طالع من السماعات دي لو كتمته كده شكرا انتهى الصوت انتهى صاحبي والله يعني كان ممكن يحطوا سماعه ستيريو انا مش عارف ايه علاقه اوبو بسماعات المون الصراحه بس في حاجه بقى لازم تعرفها ان اوبو مؤخرا بدات تعدل حته السماعات دي في النسخ الجلوبال يعني دي نسخه الصين من الموبايل. النسخه الجلوبال اللي هتنزل في الوطن العربي في الغالب هتبقى سماعات ستيريو زي اللي حصل في الاوبو رينو 10 لو فاكرين كانت نسخه الصين برده سماعه مون
لونه، ولكن الجلوبال لما جربناها كانت سماعه ستيريو. هنا برضو نفس الكلام اظن اللي هيحصل. السيتنجز اللي بقى على الموبايل هنا هي اتش دي ار وفريم ريت اكستريم، ممكن تجيب الترا اتش دي لو عايز عادي جدا، اعلى سيتنجز موجوده، ولكن سموث وفريم ريت اكستريم برضو. ما عندكش اوبشن لل 90 هرتز، انا مش عارف الصراحه. المفروض ان المعالج ده يقدر يلعب على 90 فريم مستريح على فكره، بس انا مش عارف ليه بصراحه مش بيلعب، يعني ممكن يكون مثلا محتاج له ابديت بعدين او حاجه، وارد. المهم هنلعب على اتش دي ار واكستريم ونشوف كده اداء اللعبه عامل ازاي. الموبايل مبدئيا كده كان طباع اولي، الموبايل سريع قوي بجد والله، يعني مفيش تهنيجات مفيش اي حاجه. مش عارف وقت الفايت هيعمل ايه، هنشوف كده وقت الفايت هيبقى بيعلق ولا ايه. لا ما بيعلقش، ما بيعلقش خالص، جبت الكلاب يعني بمنتهى السهوله، ولا بيعلق وقت الفايتس ولا في دروب فريمز بتحصل ولا اي حاجه. سلام عليكم، اتقلني المعلق. كانش ينفع الزحلقه برضو، الزحلقه دي. مباراه اوبو عموما لو اتحط فيها معالجات قويه زي ده بجد هتبقى عظمه يعني. سلام عليكم. يلا ما علينا، انا بموت طبعا، بس ايا يكن اداء الموبايل ده فعلا لو انت محتاجه للالعاب 10 من 10 ونجمه وبوسه. مواه. كاميرات الموبايل هنا فيها تطور ابن لذينه الصراحه عن السنه اللي فاتت. عندك كاميرا رئيسيه وايد 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه تيلي فوتو 32 ميجا بكسل، واخيرا الكاميرا الالترا وايد 8 ميجا بكسل. المهم ان انت عندك هنا سيستم كاميرات قوي، سيستم كاميرات بالبورتريه بتاعه بجد رهيب لا يعلى عليه. بص كده على البورتريهات اللي قدامك دي، صور البورتريه مقصوصه بالملي يا جماعه، بجد اوبو مبدع في الحته دي. لو تفتكروا في اوبو رينو 10 لما نزل جلوبال كان السلوجان بتاعهم شعار اوبو عموما يقول لك البورتريه كينج باين او حاجه كده، يعني اللي هو الموبايل ده احسن بورتريه هتطلعه منه، فاهم؟ وسط كل الموبايلات. وبصراحه هم صايعين جدا في حته البورتريه دي، صور البورتريه هنا عالميه، الوان الصور ممتازه، صور شارب مليانه تفاصيل. المهم ان الموبايل هنا بيصور فيديوهات 4K لحد 30 فريم في الثانيه و1080 لحد 60 فريم في الثانيه بالكاميرا الخلفيه، ودي الصراحه اوبشنز رايقه يعني. انا مبسوط جدا ان اوبو بتضيف الحاجات دي، يعني اتمنى الاوبو رينو 11 ده ينزل زي ما هو كده اهو كوبي بيست النسخه الوطن العربي الجلوبال اللي هتنزل السنه الجايه، انا هبقى مبسوط جدا الصراحه. انما بالنسبه للكاميرا السيلفي، فانت عندك كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل، فتحه العدسه بتاعتها f2.4. معرفش ليه بقيت مؤخرا ما بيعجبنيش السيلفي بتاع اوبو قوي، يعني انا مش عارف بجد ليه. هو سيلفي حلو تمام، وسيلفي شارب وسيلفي واضح وكل حاجه، بس لوك الصوره كده السيلفي مش عاجبني، معرفش ليه. ما ممكن مثلا يعجبني موبايلات اونر في الحته دي اكتر، يعجبني موبايلات شاومي في الحته دي اكتر، كاميرات لايكا بقى والحاجات دي. انما سيلفي اوبو حاسس ان هو محتاج تطوير شويه كمعالجه الوان صوره. بس ما تفهمنيش غلط، الصوره حلوه فعلا على فكره ومليانه تفاصيل، صوره سيلفي ممتازه سواء في اضاءه قويه او في اضاءه ضعيفه، كمان هتلاقي النويز اقل من العادي، فاهم؟ بس هي دي النقطه اللي حبيت اوضحها لك. يعني في بقى حاجه جامده في السيلفي هنا، ان انت عندك هنا ثلاث اوبشنات للسيلفي. بص كده، انا هتصور صوره سيلفي، عندك هنا 8 من 10 اكس زاويه واسعه يا معلم، تعرف تاخدك انت واصحابك على طول في نفس الزاويه من غير ما تبعد دراعك قوي كده، لا وانت كده عادي تعرف تدخل اثنين صحابك جنبك. وعندك اوبشن الواحد اكس، وعندك اوبشن 2 اكس غبي جدا، مش عارف ليه حد ممكن يزوم على وشه بالشكل ده، انا مش عارف بجد انا ليه عامل في نفسي كده، انا مش عارف، مش شايف له اي فعلا مبرر. واحد ليه يبقى بيصور سيلفي يعمل 2 اكس زوم؟ هيزوم على عينيه ليه؟ انا مش فاهم بجد. والكاميرا السيلفي هنا برده بتصور فيديوهات 4K، فانت لو مثلا مهتم بالتصوير فيديوهات على يوتيوب على الانستجرام السوشيال ميديا عموما وكده، هيقدم معاك جدا، يديك ريزوليوشن عالي بعد ضغط السوشيال ميديا، يديك فيديو محترم قوي، فيديو مليان تفاصيل. بقول لك انت لو وصلت للحته دي في الفيديو انزل تحت دلوقتي حالا قول لي يا حكيم انت اخويا، بس كده انا هفهم على طول اول ما تكتب الجمله دي ان انت كملت الفيديو لحد هنا، وانت كده اخويا وحبيبي وخد قلبي يا صاحبي، عشان والله العظيم ببسط قوي من الناس اللي بتكمل الفيديو للاخر. انا ما بحبش انا اللي يخش يقوم يتفرج على دقيقتين ويمشي، ده لا يا باشا، انت اخويا تكمل الفيديو للاخر، اكتب لي الجمله دي يا حكيم انت اخويا، وانا عامل قلوب لكل الناس اللي هتكتب الكومنت ده. بس خلينا نكمل الفيديو. طبعا الموبايل هنا كالعاده ما فيهوش مدخل 3.5 مللي للسماعات، والموبايل ما فيهوش معيار امان ولا ميه بقى ولا تراب ولا الكلام ده كله، ودي حاجه مضايقاني على فكره، كنت اتمنى ان اوبو تضيف حاجه زي كده. مؤخرا بقت كل الشركات بتحاول تضيف الحته دي، معيار الامان ده بيفرق برضو للمستخدم اللي جاي يشتري. ممكن نسخه الجلوبال تبقى كده، معرفش والله، بس يعني نامل من الله ان هم يعملوا كده. واخيرا الالوان المتوفره من الموبايل ده هي اللون الاسود والاخضر والسيلفر اللي معانا النهارده، واحلى واحد فيهم بصراحه السيلفر ده، الاخضر لذيذ برضو، الاسود ابعد عنه تماما مش احلى حاجه، حتى ما فيهوش التعريجات دي وكده. الموبايل ده النسخ بتاعته بتبدا من 8256 12256 وفي مش عارف 512 كمان وحاجات كده. في حركه مش عجباني كده، يعني النسخه اللي هي ال 8256 اللي هي اقل نسخه خالص مش هتلاقيها تتباع، يعني حرفيا اتنسفت من السوق، مش هتعرف تشتريها يعني في الغالب. لو هتشتري هتشتري ال 12256 زي اللي معانا دي. عموما 12 جيجا بايت رامات دي حاجه ممتازه، ممكن تعملها اكسباند من جوه كمان تزودها، هيحسن معاك المالتي تاسكينج طبعا وانت شغال على كذا ابلكيشن في نفس الوقت في الباك جراوند. طيب سعر الموبايل كام يا عم حكيم؟ هنكيش كام من الاخر؟ بص يا معلم، الاوبو رينو 11 نازل رسمي النسخه ال 8256 اول نسخه خالص البيزك، سعرها الرسمي 1300 درهم، يعني حوالي 350 دولار، 355 دولار. والمصري احسب انت بقى، انت بقى اصل بص خلاص بقى، يعني ايه بقى في بقى اسعار كده واسعار كده واسعار فوق واسعار تحت، فانت احسب بقى شوف الدولار بتجيبه بكام واحسبه بالمصري يا معلم. عشان المهم يا صاحبي، انا رايي ايه في الموبايل ده؟ رايي ان بجد الموبايل ده يعتبر طفره بالنسبه لموبايلات اوبو اللي فاتت في سلسله الرينو بالذات. هم مؤخرا بقوا يعملوا موبايلات يعني اللي هو الرينو دي ايه مغليين سعرها، والبروسيسور والله حطهم بروسيسور
بروسيسور كده يعني. ماشي حالك. ده ميني سي 8200 ده مع معالج بمعماريه حديثه 4 نانو متر وبتاع، معالج قوي من الاخر. انا عاجبني جدا ان هم حطوه هنا، اهتمامهم بالديزاين بصراحه مع انهم شافينه وسارقينه، وانا قلت لك الموضوع ده، والجدع اللي هيكتب لي تحت في الكومنتس دلوقتي موبايل ايه اللي مشوف منه الديزاين ده، انا سهلتها عليك وقلت لك تبع شركه هواوي يعني. فانت لو مهتم بالالعاب الموبايل ده بيلعب كويس جدا، معالج فيه قوي جدا. لو مهتم بالشياكه الموبايل، موبايل شيك جدا الصراحه، مفيش اشيك من كده يعني، هو مسروق اه ولكن شيك. عايز شاشه ممتازه، الوان الشاشه ممتازه هنا، وريفريش ريت عالي وبتاع، ولكن مستوى سطوع يا دوبك. الكاميرات هنا ممتازه جدا، بالنسبه للسيلفي مش مفضل قوي، ولكن قشطه شغال حلو جدا يعني، مش معناه انه وحش. البطاريه كويسه، سرعه شحن عالي، فاهم، ولا لحد ما متكامل يعني، ممكن كام نقطه كده اللي هو يبقى نص نص. ولكن في حاجه بقى، حته موبايلات اوبو دي الاعتماديه بجد، دايما موبايلات اوبو مفيش ناس بتشتكي منها يعني، اللي بيشتري موبايل من اوبو لما بيجي يغيره بيبقى عايز موبايل اوبو تاني، لان تجربته معاه حلوه، ما فيهوش عيوب صناعه، ما فيهوش مشاكل الكلام ده كله، فاهم. فبرضه دي حاجات ممكن تبص لها على المدى البعيد، ان موبايلك ده ما يجيش فيه عيب صناعه، ما بقاش فيه مشكله سوفت وير او مش عارف ايه. اوبو ممتازه في الحته دي الصراحه. وبس يا جدعان، ده كان رايي في الاوبو رينو 11 الجديد، وقول لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا ان انت مبسوط، ورايك تحت دلوقتي حالا في الكومنتات في الموبايل، قول لي يا باشا الموبايل ده عاجبك، شايف موبايل تاني احسن. واكتب لي تحت في الكومنتس برده ايه الموبايلات اللي عايزين تشوفوها الفترة الجاية، في موبايلات درعامة نازلة انا عارف، بس قولوا لي ايه اللي انتم مهتمين بيه الاكتر في الكومنتات تحت، والله نجيبه ونعمله فيديو قريب جدا يعني. وبس كده يا جماعة، مش تنسوا تشتركوا على القناة، وتشوفوا لايك شير كبير، والكم اخر فيديو جديد، peace.